رأت الفنانة السورية مايس كاف أن السوريين قادرون على إعادة لم شملهم وبناء مستقبلهم إذا تمسكوا بدولة القانون والمؤسسات. وخلال تصريح خاص أدلت به للزميل هاني الملاذي، رأت سكاف أن المسألة ليست معقدة وليس بكثير على السوريين العودة إلى دستور عام 1950 والعودة إلى تاريخهم البرلماني والديمقراطي، حيث القانون هو المسيطر والضامن للجميع. بؤمن كثير بالشرائع الإنسانية والقانونية يلي وصلت للكتب السماوية والأرضية. ما كتير بدها كيمياء، بدها قانون. الخائف ما بيصير يخاف، والموالي اللي ما قتل ما بيصير يكون موالي، والمعارض في عنده قانون يجيب له حقه، وأم الشهيد عند الله، والله فوق الكل. ما كتير صعبة، رجعوا لدستور سوريا 1950 50ات، بس كتير علينا دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة لا أبدية لنظام ولا لقائد. كتير علينا على السوريين ينتخبوا بشكل ديمقراطي. ما بعتقد كتير كبير على سوريا يلي برلمانها موجود كصرح، مثل صرح برج إيفل أو أي صرح ببلداننا العربية. برلمان السوري بس يرجع لسيطرته، يعني لقانونه، يرجع لتأثيره. هذا اللي بده اياه سوريا، وهذا اللي بده اياه كان الطفل حمزة الخطيب.